طبعا احنا لسه مستمرين والحديث عن المنتخب ويعني خلاص بنقول ان قناه النادي الاهلي دايما بتحاول ان هي تخلي مشاهديها من جمهور الاهلي والكره المصريه في قلب الاحداث. النهارده معانا من كينيا الصحفي الشهير وخبير الاعلام السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم كولينسي اوكانيو، هيكلمنا من نيروبي عن اجواء مباراه مصر والمنتخب الكيني والكواليس. يعني بدايه برحب بيك وبصفتك يعني الاعلاميه، عايزه حضرتك تكلمنا عن راي الاعلام، كيف يرى الإعلام الكيني مواجهة منتخب مصر غدا؟ جزيلا على دعوتي لهذه القناة، ومن دواعي سروري أن أكون معكم ومع أسطورة مثل الكابتن هاني رمزي كنت أتابعه. غدا المباراة ستكون صعبة للغاية لأن مصر متقدمة للغاية في التصفيات بعدد من الأهداف، ولكن كينيا تود أن تفوز ولكن لن تكون المباراة سهلة. الفريقين يسعون إلى الفوز في هذه المباراة، وكينيا ستواجه فريق كبير زي مثل مصر، فهي لن تكون مواجهة سهلة. رأيك على المستوى الفني بعد استبعاد أحد عناصر الخبرة مثل لعيب فيكتور، طبعا منتخب كينيا ده هيأثر على حظوظ كينيا في أداء مباراة أو في إيجاد نتيجة إيجابية تساعدها في العودة للأمل للوصول لأمم أفريقيا في الكاميرون 21؟ نعم بالتأكيد هذا سيؤثر. إذا نظرنا على هذه التشكيلة، تشكيلة فريق كينيا، فهناك مايكل أولانغا وفيكتور وانياما وأنتوني أوكاما، فهما لاعبين بارزين في المباراة وسيحاولون جهدهم لإحراز أهداف وتحقيق مباراة ولعب مباراة جيدة في مواجهة الفريق المصري حتى يستطيعون تقديم مباراة جيدة. اليوم منتخب كينيا هل متمسك بحظوظه في التأهل أم بدأ النهاردة التفكير في تصفيات كأس العالم في ظل اقتراب مصر وجزر القمر من الصعود؟ أعتقد عندما تنظرين إلى الموضوع بعين ناقدة، كينيا تحاول خاصة وأنها تلعب على أرضها، فأي شيء ممكن أن يكون يمكن إحرازه، لأن المنتخب الكيني سيحاول إحراز أي نتيجة لأنه خاصة يلعب على أرضه ووسط جمهوري، ولأن كينيا استطاعت من قبل أن تلعب أمام فرق كبيرة ولديها لعيبة مميزون للغاية يستطيعون إحراز نتائج كبيرة. وهناك نعم هناك بالفعل نتائج مرضية يسعون إليها. طيب قبل ما أسألك عن طبعا وجود محمد صلاح القيمة الكبيرة على مستوى العالم في كينيا، وكيف يعني تواصلت الإعلام كيف تواصل مع وجود صلاح هناك في كينيا وكمان على المستوى الجماهيري، عايز أسألك عن الإجراءات الاحترازية، شيء مهم جدا، كيف تسير الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في كينيا ومع بعثتنا منتخب مصر؟ نعم دعني أقول لك أن في كينيا هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها، ومنذ أن جاء المنتخب المصري إلى كينيا الأمور تسير بشكل جيد، وهناك ولا أعتقد أن هناك أي شكوى من المنتخب المصري حول كيف تسير الأمور وأيضا الإجراءات الاحترازية في كينيا. نحن استقبلنا الفريق المصري بحفاوة بالغة منذ أن غادروا المطار وحتى وصلوا إلى مقر إقامتهم. طيب بالنسبة على مستوى محمد صلاح، طبعا وجود محمد صلاح في أي دولة أفريقية دلوقتي بيكون لها صدى إعلامي كبير، كيف تناولت يعني الصحف والإعلام الرياضي في كينيا وجود محمد صلاح على أرض نيروبي؟ نعم محمد صلاح هو اسم كبير، ومنذ أن وصل إلى كينيا والجميع في حالة سعادة من قبل الجماهير، من قبل
المهتمين بمجال الرياضة بشكل عام، فالكل سعيد جدا بوجود محمد صلاح منذ قدومه إلى المطار، منذ خروجه من المطار الجميع ينادي باسمه، حتى ابنتي وهي 4 سنوات تنادي باسم محمد صلاح منذ وصوله إلى كينيا، فالجميع في حالة انتشاء وفي حالة سعادة كبيرة جدا بوجوده إلى كينيا، والجميع سعيد بوجوده الحقيقة في كينيا. ذكرت حضرتك في يعني في كلامك عن أعداد الجماهير، هذه المباراة بتلعب على أرض كينيا وبحضور جماهير، هل تقرر يعني أعداد الجماهير التي ستحضر المباراة ولا بدون جمهور المباراة مباراة غدا؟ اللعبة ستكون وبدون جمهور لأن الكاف قرر أن المباراة لن تكون في وجود جمهور، ولكن أنا أتحدث عن الجماهير التي كانت خارج الاستاد أثناء المران وأثناء التدريبات، ولكن المباراة لن تكون فيها جمهور. صحيح. آخر سؤال، يمكن يعني توقعات المباراة بكرة، يعني إيه توقعات المباراة بكرة من حيث النتيجة، وخاصة هو عارف أكيد في فروق فنية كبيرة على أرض الملعب، لكن لا تزال كرة القدم هي داخل المستطيل من خلال مجهود 90 دقيقة، لكن يعني توقعات المباراة نتيجة بكرة إيه؟ أتوقع أن ودعني أكون صادق معك، أعتقد أن مايكل أولونجا سيحقق نتائج مرضية غدا، وأتوقع أن تكون هناك مجهود من قبل جميع اللاعبة، هناك صلاح في المنتخب المصري وهناك لاعبة آخرين في المنتخب الكيني كما ذكرت مثل مايكل أولانجا، ولكن أعتقد أن مصر ستفوز بالمباراة غدا. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب كينيا إذا كان على مستوى التصفيات إن شاء الله لكأس العالم، وكل الشكر لتواجدك معنا هنا في قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. أشكركم، شكرا جزيلا على استضافتي. شكرا جزيلا.